هل فكرت يوما بجانب بيئتنا بلا نفايات؟ نرمي النفايات دون أن نعلم أنها تسبب خطرا للحيوانات وتهددها بالانقراض. مهلا، هل تعلم أن النفايات ثروة اقتصادية كبيرة؟ لنحاول أن نستثمر ثروة النفايات بإعادة تدويرها. الطاقة الشمسية لا تسبب أي تلوث في البيئة، بل تخفف من المخلفات وتساعد في حماية البيئة. حملة بيئة بلا نفايات.